وللمزيد ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم، يعني كيف قرأت دلالة وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة الإخوة المسيحيين لاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، وتوجهه خصيصا لكاتدرائية ميلاد السيد المسيح لتوجيه التهنئة لهم؟ الواقع أن الرئيس منذ يعني أرسى خلطة مصرية مميزة جدا، والرئيس عبد الفتاح السيسي هذه ليست أول مرة الحقيقة يهنئ المصريين الأحباط في عيد الميلاد المجيد. هو منذ 2015 وهو يتابع بشكل كامل، ودي الزيارة التاسعة الحقيقة للكاتدرائية خلال هذه السنوات. والحقيقة أنه كمان الرئيس، يعني زيارة الرئيس، هو أول رئيس مصري يزور الكاتدرائية، وكان دايما الموضوع مطروح، وهذا الحقيقة تعبير عن إحياء قيم التسامح، حرية الاعتقاد، التنوع، التعدد، ودايما هي قيم الوعي، إدراك أن المصريين جميعا سواء، فكرة المواطنة، فكرة أنه كمان الحقيقة ده إحياء للتراث المصري، لأنه مصر على مدى التاريخ وأجدادنا كانوا أول مكان ظهرت فيه الأديان والإيمان قبل نزول الديانات السماوية الحقيقة. فالرئيس بيحيي الخلطة المصرية وبيؤكد على حرية الاعتقاد وحرية التضامن، وأن وحدة المصريين هي الأساس، ثم أنه الحقيقة على مدى هذه السنوات كان حريص على توجيه التهاني دائما في مكانها. وقبل ذلك حينما تعرض أخواتنا المصريين للإرهاب في خارج مصر، ويعني تحركت الدولة المصرية وتحرك أبطال مصر وثأروا لإخواتنا، ويومها قدم العزاء الرئيس ووعدهم بالثأر. ففكرة كلمة الرئيس النهاردة الحقيقة معبرة فعلا عن الجمهورية الجديدة، جمهورية الحلم والعلم. نعم، خلينا نتوقف عند هذه الكلمة بالتحديد، لأنها كانت كلمة ارتجالية، وكانت هناك يعني أكثر من رسالة في هذه الكلمة. ما الذي توقفت عنده بالتحديد في هذه الرسائل؟ الحقيقه رسائل الرئيس هنا بتحمل زي ما احنا قلنا الخلطه المصريه، وده سياسه الرئيس دائما ما يطرح فكره انه طالما المصريين واحده واحده لا احد يستطيع ان يهزمهم او يتحداهم. والواقع انه بالفعل دي حقيقه، لانه المصريين بوحدتهم هزموا فتن، وهزموا السنه اللي انتبهوا فيها وحبسوا انه في طائفيه ومذهبيه وغيره، انتفضوا واسكتوا حكم الارهاب ووصلوا الصمود الحقيقه، واخواتنا المصريين الاقباط صمدوا بشكل كبير. ويمكن دي هذه النقطة اللي الرئيس وجه فيها تقديره لقداسة البابا توادروس، وهذا الرجل الذي صمد وله كلمة شهيرة وخالدة، أن يعني كنائس، أنه دولة كنائس بلا وطن شر من وطن بلا كنائس. يعني أنه أن احنا نبقى مش موجودة الكنائس لكن الوطن يبقى بالفعل. فالحقيقة أنه هذه الكلمة يعني كلمة خالدة لقداسة البابا توادروس، وهو الأمر الآخر في هذا السياق هو التأكيد على فكرة أنه لا أحد يدخل بين المصريين، فكرة أنه الجمهورية الجديدة هي جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل، جمهورية قادرة لا الغاشمة، ودي طبعا سياقات معروفة. دائما الرئيس يرفع شعارات التعاون والشراكة بدلا من الصدام، مسالمة لا مستسلمة، لأن الدولة المصرية لديها جيش قوي جدا يحمي ولا يعتدي ولا يهدد، بيطرح دائما سلام، بيشارك في التنمية، وفي نفس الوقت بيتحرك لحماية الأمن القومي في حالة أي تهديد، أي تحديات أو صعاب المصريين قادرين عليها. وأكد على هذا الأمر وتقديره كمان البابا توادروس والأخوة المصريين، وده منعكس كمان الحقيقة في السياق بيطرحه دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي على وحدة المصريين والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص والتقدير لقداسة البابا. نعم، هو كلماته ومواقف الأقباط يعني طبعا نعم، يعني كنائس بلا وطن خير من وطن بلا كنائس. في استذكار لما قاله السيد الرئيس يعني بخصوص محبته الخاصة للبابا توادروس الثاني، قال يعني مقولة في موضعها إن الرجال توزن بالمواقف والظروف الصعبة. تعليقك في هذه المقولة؟ طبعا، لان هو الرئيس بيتذكر تماما، انه كان بيقول احنا مش عاوزين نتذكر الماضي، لكن طبعا مواقف الاخوه الاقباط اولا تحملوا وتحملوا الارهاب، وصحيح الدوله اعادت ترميم وبناء الكنائس، لكن تحملوا الارهاب وتحملوا التهديد
وانا يعني باكد دايما الكلمه اللي هو اطلقها قداسه البابا في هذا، وكانت تعبير عن موقف المصريين، يعني انه يعني وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. يعني ده الموقف اللي الحقيقه وقفوا المصريين جميعا، وحده المصريين الحقيقه تصدت لكل المحاولات. وشفنا سواء قوات الجيش او الشرطه الباسله تصدت ازاي، فكره انه انشاء الجمهوريه الجديده في كل مدينه جديده هناك المساجد والكنائس، هناك قانون دور العباده الذي تم تقنين الاف عشرات الالاف من دور العباده المختلفه، فكره انه من حق كل واحد ان يعبد الله ويؤمن، وانه بالعكس ايمان المصريين المتنوع طبيعي ان الله خلق الناس متنوعين وهو الذي يحاسبهم، ومن حق كل واحد ان يعتقد كيفما يشاء. نعم. وحريه الاعتقاد وارساح حريه الاعتقاد والوعي، ووعي المصريين هو الذي حمى مصر. في دول حوالينا تسقطت وحول تفككت ودول سقطت بسبب انهم استمعوا لهذه الفتن. الحقيقه المصريين ما احنا بنقول انه ده من فجر التاريخ، يعني عرفوا الايمان والضمير، فجر الضمير كان في مصر، وما زال التاريخ الحقيقه في مصر مش بس الاثار موجوده، لكن كمان الحقيقه انه مسجلين تاريخهم كاساس للضمير والقانون والاحترام والمساواه والعداله. نعم. فدي استمرت، واعياد المصريين هي اعياد للمصريين، ما هيش اعياد دينيه فقط. صحيح الاعياد الدينيه كل له طقوسه في المسجد او الكنيسه، لكن خارج ذلك في الشارع وفي المنازل وفي التهاني بتجري بشكل واحد، وانه المصريين وحده واحده وشعب واحد ومواطنين، وده انعكس كمان سياسيا في التمكين وفي الوظائف وفي كل شيء وفي حياه كريمه، انه لا تفرقه بين المصريين، عليهم واجبات ولهم حقوق، وهذه حقوق متساويه وامام القانون سواء وامام الدوله سواء. يعني الحقيقه انه كلمه الرئيس عبرت عن سياق هو استمر فيه منذ سنوات، وكسر الكثير الحقيقه من الحواجز والبروتوكولات في زياراته وفي تحركه وفي كلماته، لانه يثق ان الشعب المصري نفسه يستوعب هذه الرسائل ويثق في قيادته، لان هذه الثقه تاتي من انه يعبر تعبير حقيقي عن خلطه المصريين في الايمان وفي الاحتفال وفي التعاون وفي وفي الوحده وفي التسامح. نعم، يعني نلحظ دائما في كلمات السيد الرئيس أنه يحذر من أن كلما كان هناك نجاح كلما كان هناك رغبة في النيل من الوطن، ودائما ما يؤكد على مبدأ المواطنة في أن لابد أن يكون المصريين دائما على قلب رجل واحد. مفهوم المواطنة في هذه العبارات كيف تقرأه أستاذ أكرم؟ مفهوم المواطنه بينعكس في التشريعات، في الاداء، في السياسه. احنا شفنا كان الاقباط او المراه او بعض ذوي الاحتجاج كانوا غير قادرين في الوصول على الوصول الى البرلمان او المقاعد المختلفه، تم تحديد كوتا للوصول حين استقرار الانظمه الانتخابيه، وكانت الانظمه الانتخابيه فيها عيوب بالتاكيد ما بتمكنش ده. تم التمكين، الوظائف، تكافؤ الفرص، الحياه كريمه، البناء، الحقوق، الواجبات، الوظائف. وظائف في كافة الأماكن، النهارده المرأة قاضية، الأقباط بيشغلوا كافة المناصب، في أسئلة كثيرة كانت مطروحة في السابق وكانت عاملة مشاكل، كانت تفتح الباب لتدخلات. صحيح مصر كلما تنجح كلما تتحرك بتستهدف بطريقة أو بأخرى، لأن احنا عارفين إنه في دول كثيرة أنفقت الكثير جدا للدعاية ومن أجل صنع فتنة طائفية، لكن ده كله تكسر على ثغرة وحدة المصريين وخطهم الأحمر، وحدتهم. خط احمر وحده مصر، خط احمر قوتهم ووحدتهم وجيشهم وشرطتهم. احنا عندنا جيش الحمد لله قوي يحمي ولا يعتدي ولا يهدد، لكنه يظهر للمصريين في الخارج اذا تعرضوا لعدوان زي الارهاب اللي تعرضوا ليه وتحركت الاسراب المصريه واقتصت من الارهابيين. دون تفرقه، هو مصري له حق الحمايه وله حق الدعم وله حق المساواه وتكافؤ الفرص. تشريعات النهارده بتتغير لتدعيم هذه الفكره. الحقيقه انه مصر طول عمرها الاستعمار فشل في انه يشق الصف. انا دايما بقول انه حوالينا دول احنا شفنا العرقيه والطائفيه. في فتره حكمت مصر فتره قصيره كادت تدخل في فتنه طائفيه ومذهبيه، بالعكس مش بس بين الاديان المختلفه، داخل الدين الواحد بين الشيعه والسنه وغيره، وحصل قتل. نعم، وكأن حرية العقيدة غير متاحة. تصدوا لهذا الأمر. نعم، يعني لو توقفنا عند حرية العقيدة في مصر ولا فضل لأحد على الآخر،
الأشياء الكثيرة التي تترجم هذا المعنى وتراها في المجتمع المصري، وتراها أيضا مثلما قلت في حضور السيد الرئيس وحرصه دائما على حضور قداس عيد الميلاد ومشاركة الإخوة المسيحيين في احتفالاتهم في هذا الشأن. طبعا ده إرساء للدولة الجديدة وللجمهورية الجديدة الحقيقة، وإرساء لقيم الحقيقة قيم تتماشى مع شعب مصر. وعشان كده احنا بنقول إن الرئيس لا يعبر عن شيء غريب، ويعبر عن خلطة ووحدة المصريين. وهذا التعبير الحقيقة بيظهر مش بس في الكنيسة، في كل الاحتفالات، شم النسيم، في أعياد حتى المسلمين الفطر والأضحى، بنجد الاحتفالات وتبادل التهاني وتبادل الأطعمة والاحتفالات، الموالد كل الناس بيحضروها سواء موالد مسيحية أو مسلمة، يعني اولياء الله دائما المصريون يزورون لانه ليهم خلطتهم الخاصه. والحقيقه انه الرئيس بيعبر عن ده دائما وبيؤكده انه حريه الاعتقاد وحريه التنوع دي حق انساني، والا كان خلق الله الناس كلهم في شكل واحد وفي دين واحد في معتقد واحد، وانه ربنا فقط اللي بيحاسب. ومصر على مدى التاريخ هناك محاولات لصناعه فتنه، اعتقد نتذكرها في بدايه القرن العشرين انه الاستعمار فشل في انه يصنع فتنه طائفيه. طيب أستاذ أكرم، يعني لو توقفنا عند أمر قد يتبادر إلى الأذهان، لماذا حرص الرئيس على تقديم تعريف تلخيصي للجمهورية الجديدة في هذا التوقيت؟ لا طبعا ده كلام مهم جدا، لأنه الحقيقة كان الأمر في غاية الأهمية أنه يؤكد ده، لأن كل يوم إحنا بنتكلم على سياقات مختلفة، أحداث بتحصل في مشروعات قومية، في حقوق اقتصادية واجتماعية، في تفاصيل جديدة، في انه الجمهورية مش مجرد مباني، لا ده الجمهورية الجديدة دي تعبير عن مزيد من التسامح والوعي، مزيد من السياقات، انه العاصمة الإدارية دي عاصمة مش للإدارة فقط، لتغيير الإدارة، عقل وقلب الإدارة المصرية، تتغير في الأطراف، حياة كريمة ومدن، وما يجري في الصعيد وما يجري في الوجه البحري وما يجري في حياة كريمة. الحقيقه كل ده الحقيقه تعبير عن هذه الجمهوريه، ان احنا ان دي مطالب وكانت احلام في كثير من هذه المشروعات. ربط غرب النيل بشرقه مثلا كان حلم على مدى عقود، العاصمه الاداريه اللي كانت من 5 سنين مجرد ارض النهارده تحولت الى رمز للجمهوريه الجديده، اللي الكنائس والمساجد في كل مدينه بتبنى على احدث طراز، دور العباده، حريه الاعتقاد، تكافؤ الفرص، حرية العمل، انه عاوزين نخلق فرص عمل ونشتغل والناس تشتغل، وانه المشروعات القومية دي بتفتح باب هنا وهنا. فكمان الحقيقة انه ده دائما التأكيد انه اي تحديات وصعاب تهون لو احنا على قلب رجل واحد، وانه التقدير والمحبة دائمين بين المصريين وبعضهم. نعم أستاذ أكرم، يعني وأنت تتحدث عن اللحمة الوطنية فيما بين المسلمين والمسيحيين، يعني نريد أيضا أن نذكر أن شهدائنا سواء كان في حرب أكتوبر أو في الحروب اللي خاضتها مصر هم من المسيحيين ومن المسلمين أيضا. طبعا يعني احنا من كل حروب مصر وكل من ثورة 19، وشفنا الهلال والصليب يتواجهان في مواجهة الاستعمار، في حرب 67، في حرب 73، الانتصارات الحقيقه لو يعني تاكيد على وحده المصريين، انه في شيء وحصل انه ابطال حرب 73 كانوا، اللي اخترع الشفره كان مصري نوبي، واللي اخترع وابتكر خراطيم المياه اللي اذابت خط بارليف كان مصري قبطي، اللواء باقي يوسف رحمه الله، واللواء والصول ادريس اللي اخترع اللغه النوبيه اللي كانت شفره عجز العدو عن اكتشافها وكانت جزء مهم من نجاح حرب اكتوبر، انه المسلمون والمسيحيون في مواجهه الارهاب في كل حروب مصر، حرب 67، حرب 56، 67، 73، في كل السياقات، في كل المناصب، وكل مواجهه الارهاب كنا بنشوف الاسماء مع بعضها واسماء هؤلاء الشهداء مسلمين ومسيحيين، احنا بنقول مصريين، اسماء الشهداء المصريين بتزين الكباري والمشروعات الجديده، وهم لا احد يسال عن من هذا ومن هذا. في وقت الارهاب كانوا بيعجزوا عن تعيين محافظ، مجرد محافظ يختلف في دياناته، والارهابيون تصدوا لهذا وكانوا يعينوا ارهابيين. احنا بنتكلم على سياق عام الحقيقه في بناء دوله حقيقيه يعني. نعم الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.